كيف الحال؟ كيف دينا توتيرو في البلاك؟ لو كان جدي. لو كان جدي. لا بيكم يا أخي. جل كودي جل كويس. حالك يا صالح. الله يسلمك. الحمد لله الله يسلمك. إن لا يفجر موتك انت صورة اللي عملته. طيب الاخ المواطن ابو خالق يعقوب من المزارعين المجتهدين في المنطقة، نحن عايزين نشوف رأيه حول الاراضي هنا وخصوبتها وزراعاتها وانتاجيتها. ما هي كرطانة وما هي كرطانة؟ ما انتاج ما هنا في البلد، يعني في الجزيرة ده لما ننزل جيلات قمح يجيب لنا يمكن 10 شوالكم من الخطوط، طبعا بحبة حبة لما نعمل الحبة ده بعدين انت ده تمتقوا يمكن يعني بتاعت الحبة ده تكسب، يعني يدك ما بيمتق ليش الحقيقة من راجل كبير خلاص. وبعدين طبعا يعني وطنوبة تردمجن أيوة. وبعدين طبعا إنه مثل يعني فول في الدولة كعروس مثل يجي 16-17 شوار، بس كله هنا يمكن الزبوي يعني ما يجيب في الدامن، حتى كمان البحر شاف يعني الفاضل حتى زي في الدامن المشتول ده، حتى من الليمون ده اللي تحت بتاع عماتنا أنا بنشتي ده من هنا لكده. يعني زين نحن مليلة أراضي خصبة ونخيلكم فين؟ أيوه. فواكهكم فين؟ أو زي الليمون النخيل يعني النخيل لو مثل يعني تمثل الحفرة الواحد بيجيب 7 شوار، حتى بنوريك الحفرة بهودة جاب 7 شوار بهودة بادي ده، وفيه كمان يعني 7 عود أدرسه بعدين ممكن 19 مع شوار يعني بيكون زي 11 داش الحفرة جاب لك دي كم؟ 70 سنة جبت 70 كم؟ 70 سنة أي واحد بيعرف يعني نقرا كبه هنا هو فاسوليا وجنب منه سميد بسلة كوسة كوسة أي حاجة طبعا بيطلع. يعني نحن هو يعني كبرنا وما عندنا مساعد عشان كده أرضنا مخلينه فاس. طيب يا أخونا أبو خالد، هذه الارض بخصوبتها والناس تقول البلد ما فيها حاجه ايوه رايك شنو في ان هذا يقول لنا احنا عامل سد ونغرق البلد ده؟ ان بلدك والله الا نموت يعني نحن حيين لو يعملوا والله يا اولادنا يعني بكله بين ذوينا ده كله خير من كده يجي ينتهونا وبعدين يعمل يعني الواحد يخلي ده يمشي وين؟ جميل. واحد مثل يخلي ده يمشي وين؟ جميل. هيودوك جوا حجر تاكل من وين؟ تشرب من وين؟ ما معروف لحد ما معروف ايوه. نحن حتى في جهود اجيالنا مثل هذا كان الدنيا طبعا بارد اهو يمشي في شويه نملى اجيالنا ونجي نقعد هنا، لما نجي نقعد هنا ولا عندنا يعني عندي ولا قصر الجمهوريه هنا قصر الجمهوريه. جميل. ما حقيقه والله هذه حقيقه يعني مستاهل مسكين بأرضهم يعني وبتاريخهم أيوه. وبعدين يعني ده كله ما في زول شتل، أنا شلت براي في ده كله من النهاية ما في حد يعني كانت هناك الغابة ذات كده بتاع يعني بتاع إخوان موزع ومن هنا تحت برج بتاع عماتنا أنا طبعا يا بارك الله فيك. زين تقول وخضروات فاصوليا وما الى ذلك حسب المواسم، فالانتاج كبير جدا وبتغذي المنطقه كلها وبتكفي وتزيد ونأكد ان هذه المنطقه فيها قصبه ورجاله ومزارعين، منطقه لا يمكن ان يتنازلوا عنها او يغربوا أو يغربوهم أو يهجروهم، حتى كده هم كلهم راضين أن مسألة وجذر جد